قررت السيدة فريدة أنها تسافر هي والعيلة لدير العذراء أسيوط زي ما قالت لهم العذراء، وينفذوا كلامها. وكمان راحوا هناك، دخلوا وقفوا قدام الكنيسة الأثرية مستنيين موكب العذراء. طبعا كلنا عارفين الموكب ده بيكون آلاف آلاف آلاف، وكان بتكون العذراء زي كأنها زهرة في وسط الجمهور ده كله. بسم الله وابن القدس الله واحد امين. انظروا الى نهايه سيرتهم فتمثلوا به من هم. عصر المعجزات ما انتهاش، العصر بيستمر ويستمر ويستمر ويتسلم من قديس وقديس وشهيد. النهارده معانا معجزه حقيقيه وكبيره ومشهوره خالص لام النور العذراء مريم، كليه الطهر والعفه. معجزه العذراء مريم ام النور مع حفيد المذيعه المشهوره فريده الزمر. الكل طبعا يعرف مين هي فريدة، واللي ما يعرفهاش هقول له انها كانت اكبر مذيعة مشهورة معروفة، وكمان كانت عضوة في مجلس الشعب لفترة طويلة، وكانت معروفة كمان انها بتحب اهل اسيوط وبتهتم بكل اهلها ان كانوا مسلمين ومسيحيين. حصل ان حفيد فريدة الزمر اللي في سن المراهقة يعني حوالي 15 ل 16 سنة تعب شديد جدا. بعد كده كشفت عند اطباء كتير وكتير، اكتشفوا انه عنده ورم في المخ وفي حالته المتاخره، ان ايامه كمان معدوده جدا على الارض. طبعا كل العيله كانت حزينه جدا. طبعا الفلوس ما تعملش حاجه للورم، الفلوس ما تعملش حاجه للورم. طبعا كل الناس كانوا بيزوروها علشان يسندوها يجووها، وكان من ضمن الاصدقاء دول صديقه مسيحيه قالت لهم تشفعوا بمين؟ تشفعوا بالعذراء ام النور، العذراء ام النور. وانتوا كمان اللي بتشاهدوني كلكم اي حد عنده مشكله تشفعوا بام النور الطاهره، مش بتكسف حد ابدا. قالت لهم تشفعوا بام النور، وحتى الايام دي فترة الصيام بتاعتها، وادت لهم كمان صورة بتاعت العذراء، وكانت صورة للتجلي بتاعت العذراء. قامت السيدة فريدة وام الولد اخذوا الصورة بتاعت العذراء وحطوها تحت راس الولد. وفي الليلة دي كانت قاعدة جدة السيدة فريدة وام الولد معاه في الاوضة ناموا. جاءوا بعد كده ظهرت سيدة عند راس الولد، صحيوا من النوم مرة واحدة وما كانوش مركزين مين دي السيدة دي. لما ركزوا عرفوا انها ام النور الطاهرة، وظهر على الجنب الثاني من السرير راهب وقال لهم ما تخافوش، لانهم كانوا خايفين جدا. طبعا فلوس كتيرة لكن ولدهم تعبان. اي حد فينا ولده لما يتعب ولو حتى شكت صباع بيكون اليوم كله مشغول عنه، مش حالبة دول ولدهم حيموت. كانوا خايفين جدا وقال لهم سيبوا العذراء تعمل العملية للولد لو عايزينه يخف، وهو هيخف بنعمة ربنا. لو هي عملت له العذراء هيخف. وفعلا عملت العذراء العملية للولد، ابتسمت وقالت لهم ابقوا روحوا دير العذراء بأسيوط، واختفت هي والراهب اللي كان معاها. ولما صحيوا الصبح افتكروا انهم كانوا بيحلموا، بس لقيوا بقع دم كبيره على المخده. هم ليه؟ ما احنا بنلعب، دي العذراء مريم بذاتها. بس ما فيش اي اثر في راس الولد لاي حاجه، بس الولد اللي كان تعبان ومش قادر يتحرك قام اتحرك وما فيهوش اي حاجه ولا تعب ولا بيشتكي كمان من اي حاجه. أخذوا الولد بسرعة للدكتور، كتب لهم الأشعة، كتب لهم على التحليل، وكمان عمل له مسح ذري. فعلا الدكتور كان مستغرب جدا من الأشعة. قال لهم الدكتور الولد سليم وما فيهوش أي حاجة، بس هو ما يعرفش إيه اللي حصل. بس هم كانوا عارفين وصدقوا اللي شافوه وصدقوا إنها معجزة 100%.
قررت السيدة فريدة أنها تسافر هي والعيلة لدير العذراء أسيوط زي ما قالت لهم العذراء وينفذوا كلامها. وكمان راحوا هناك، دخلوا وقفوا قدام الكنيسة الأثرية مستنيين موكب العذراء. طبعا كلنا عارفين الموكب ده بيكون آلاف آلاف آلاف، وكان بتكون العذراء زي كأنها ظاهرة في وسط الجمهور ده كله. وأكيد كتير مننا راح دير العذراء وشاف الحلاوة دي. قالت فريدة الزمر بالحرف بصوت عالي: هو ده الراجل اللي ظهر مع الست العذراء، هو ده الراجل اللي ظهر معاها. كل الناس استغربت، بصت لها، راحت بصونها على الأنبا مخائيل باست ايده، ولكن هو توه الكلام علشان الناس اللي كانت موجودة ما تاخدش بالها. بس هي أصرت وراحت قالت: ايوه هو ده اللي كان مع العذراء مريم في معجزة حفيدي. أخذها هي وأسرتها إلى المقر الخاص بيه في الدير زي أي أب مع أبنائه، وقعد يقول لها إنه ما عملش حاجة، دي العذراء اللي عملت كل حاجة، هي اللي عملت المعجزة. وجه لها الكلام وقال لها: أنت بتحب المسيح ولا بتحب العذراء؟ قالت له: أنا بحب الاثنين مع بعض. وأعطاها تمثال كبير للمسيح وواحد تاني للعذراء، وقال لها: وعديني انك تحطيهم في مكان واضح عندك في البيت علشان كل اللي يدخل عندك في البيت يشوفهم. وقالت له: اوعدك. وكمان اداها 2 CD عليهم ظهورات العذراء. طبعا جبلتهم بفرح فريدة، وكانت عايزة تنشر المعجزة دي في جريدة الوطني. راح قال لها الانبا مخائيل: لا، اكتب المعجزة دي بخط ايدك وسيبيها في مكتبة الدير، بركة وشفاعة الست العذراء والأنبا مخائيل رئيس السواح يكون معانا كلنا. اوعى حد فيكم يفقد الأمل، أدام احنا مسيحيين، أدام احنا أولاد ربنا يسوع المسيح ومعانا أمنا الكبيرة العذراء مريم، محدش فيكم يخاف. بس أقف قدام صورتها 5 دقايق قول له: أنا معايا المشكلة الفلانية، أنا معايا مرض فلاني، أنا معايا واحد عامل لي مشكلة، أنا معايا واحدة تعباني وخنجاني، اعمل لها ايه؟ صلي وصدقيني مسافة ايام وساعات ودقائق هتتحل المشكلة. بنعمد السيدة العذراء القديسة مريم والدة الاله بركة القديسة العذراء مريم وبركة الانبا مخائيل اسقف اسيوط المتنيح تكون معي ومعكم. اذكرونا في صلواتكم سيرة شفيع.